تشرفت اليوم بتلبية دعوة رئيس الجمهورية للقائه، وتحدثنا في قضايا تخص الشأن طبعا الوطني، وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة، ونحن متفقون مع رأيه في أنه الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة خارج منطقة المحاصرة الحزبية، قائمة بالأساس على فكرة الكفاءة، وعلى فكرة أيضا يكون عندها برنامج قابل للتطبيق، وتكون قائمة طبعا على المساءلة. وتحدثنا أيضا في الظروف يعني في السياقات الوطنية والدولية والإقليمية خاصة، وعلى أساس أنه بقدر ما تكون الوجبة الوطنية التونسية قوية، بقدر ما يمكن لتونس أن تواجه التحديات الكبيرة اللي هي موجودة توا على المستوى الإقليمي. وطبعا بعد تهنئة الرئيس بانتخابه من يناله كل التوفيق معناها في أداء المهام الكبرى هذه اللي مطروح عليه ومطروح على تونس.